اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بجون ترافولتا، كره القدم المصريه، احد النجوم، نجوم النادي الاهلي السابقين ومنتخب مصر. كابتن شريف عبد المنعم، اهلا بيك يا كابتن شريف. كل سنه طيب. لا يا كابتن لازم اهلا بيك كابتن شريف. طيب يا محمد، صباحك طيب، رمضان كريم. انا سعيد ان انا معاكم النهارده. احنا اسعد بنورك يا كابتن، وكل سنه وحضرتك طيب. نجوم رمضان ونجوم كل وقت. خلاص العيد جاي بقى يا كابتن وكحك. رمضان مروح. كل سنه وحضرتك طيب. طيبين كابتن، خليني ابتدي مع حضرتك. احنا دايما بنحب نجيب القصه من البدايه. بدايتك مع النادي الاهلي كانت ازاي؟ بدايه محظوظه جدا يعني. يعني انت يعني معترف إن انت كان فيها حظ. كنت في المدرسه، في دوري المدارس. دوري المدرسه. فلعبت ماتش كويس وجبت جول، فالراجل بيقول لي انت بتلعب، المدرب بتاعنا بتاع الفصل يعني. بتلعب في نادي ايه يا حبيبي؟ قلت له ما فيش نوادي. قال لي ازاي؟ تحب تلعب فين؟ قلت له اي حته. كان ليا يعني تجربه كده في نادي الزمالك ورافض بقى انا القصه دي خلاص بقى نادي الزمالك. اتخذته. بعدين واحد جه قال لي انت مش قبل ما وانت ناشئ لسه. جيت سافرت مع اهلي ورجعت تاني عشان العب. قال لي انت وريني كده لعبك. لعبت. قال لي انت ما بتعرفش تلعب يا ابني، روح. يعني شاءت الظروف. ده كان في نادي الزمالك. مش كده؟ شاءت الظروف. قلت له اروح اي حته في الدنيا الا نادي الزمالك بس، يعني مش عشان حاجه يعني. فقال لي تحب تروح الاهلي؟ قلت له يا ريت. انا ساكن في وسط يعني خطوتين النادي الاهلي، خطوتين الزمالك. يعني في وسط البلد، في منطقه العجوزه. يعني كده الاهلي كده. تعدي الكوبري. كنت في المدرسه ايه؟ كنت مدرسه ايه يا كابتن؟ كنت مدرسه الدقي الاعداديه. وكان فيها لعيبه كويسه جدا يعني. في حد منهم يا كابتن يعني اسمه اتعرف بعد كده، ولا مفيش حد كان محظوظ زي حضرتك؟ ما افتكرش يعني. انا اللي بقول لك كان حظي كويس يعني. رحت خدني المدرس كان اسمه سمير رسمي والله يرحمه، واداني كابتن عوضين. كابتن عوضين جربني كده، قال بتعرف تلعب؟ قلت له ما بعرف العب. بيقولوا فلاني ليمت كده شويه. فرحت، قال لي طب اقعد كلها الدرجه الاولى بتتمرن وهنتمرن احنا بتاع يا رجب. قال له قلعه ولبسه ومش عارف ايه، معاك لبس؟ قلت له معايا لبس. الجزمه بتاع باتا دي عارفينها، البيضه دي خرجت نجوم دي. فقعدت فمسكت الحديد بايدي كده واتفرجت على لعيبه الاهلي بقى وهي نازله. كان بقى في جمهور ساعتها بيبقى مين النجوم بقى اللي كان نجوم في ايه كلهم يا عم؟ ده من اول كرامي وثابت الله يرحمه لغايه ما كابتن محمود الخطيب. عدي بقى على مصطفى يونس وحسن حمدي وعبد الباقي وفتحي مبروك وطاهر الشيخ وصفوت ومحسن صالح. انا بقى ايه ماسك الحديد وقاعد انا هعمل ايه؟ بسمع الاهات لغايه اما بقى الاه الكبيره دخلت. كابتن محمود الخطيب. الخطيب دخل طبعا، دي سكسيه لوحده يعني. فبصيت كده. كان عندك كام سنه يا كابتن؟ كان عندي اعدادي يعني حوالي 12 14 سنه كده. 14 يعني ممكن في بدايه اعدادي. 14 سنه يعني. 14 سنه عشان لعبت تحت 16 سنه سنتين. وانا ما لحقتش سنتين حتى، لعبت نص سيزون كده وخدت الدوري من الراجل اللي قال انت ما بتعرفش تلعب. عظيم. في ملعبه. سبحان الله. اول بطوله ليا مع نادي تحت 16 سنه. طبعا الكابتن عوضين ليه الفضل الكبير عليا قوي. الله يرحمه يعني. الله يرحمه. وانا كنت زي ما تقول صديقته كده من اول يوم، ولقاني بتكلم وما اعرفش ايه، ممنوع تتكلم ممنوع. بس هو حاسس ان انا ايه يعني ايه لعيب كويس ويجي مني. بس عايز حد يحتويني ويحبني. طب التمرينه دي يا كابتن خلي بالك يعني كانتش قد كده. ايوه لسه اقول لك الانطباع الاول يا دوب. فانت يعني شفت الجو ده الجو ايه؟ انا قاعد ماسك الحديد عامل زي بتفرج على رجلين نازله قد كده. في رهبه اكيد، في رهبه. لا وانا طول عمري عندي شخصيه ومش ممكن ايه لعيبه ما تعجبنيش يعني اللي هم بيلعبوا دول. وبعمل كده. ده انا لو لعبت اعمل واسوي. ها ولما نزلت بقى الملعب؟ نزلت الملعب ما اعرفش اللعيبه يعني. التمرين ما كانش حلو. وهو عنده فرق اساسي والكلام ده، فحطني مع العيال الاساسي. ابتديت اللي عجبه فيه انه قال ايه بيديني تعليمات فانا بنفذها. تلعب لمسه واحده، اروح لاعب لمسه واحده. وانا عمري ما لعبت لمسه واحده في حياتي. قال لي تيجي بكره. بكره دي بقى شاف شريف عبد المنعم. الرهبه راحت. الرهبه راحت. عرفت الفرقه. وبعمل سيروهات بقى من ناحيه الوينج ليفت، وكان عندي لعيبه سرعة قوي اسمه عبد الله اليمني. طياره. اروح قاطم واحد وعامله له بشمالي رايح هو والجون من ناحيه. كابتن عوضين بص كده، راح نادي العم جمعه الله يرحمه وقال له مضي الواد ده.
قال له مضيه وما خدش في ايديهم غلوه سنتين. الانتقال بقى للفريق الاول الانتقال اللي هو بقى انتقال من كل مجموعه مرحلة. تلعب مع الفرقه الثانيه. انت طلعت فريق اول عندك 16 سنه خدت مع الكابتن عاضين البطوله دي ومسك هو 18 سنه وجي كابتن سايس مسك 16 سنه الثانيه بقى اللي ليا انا اللي من حقي انا اللي هو انت بتبقى كبير فيه بقى يلعبني هنا ويلعبني هنا 16 و18 في الاثناء دي كلها كان مستر كوتي الله يرحمه دي كوتي وكابتن فؤاد شعبان وكابتن عزت تبروس ربنا يديله الصحه بيبصوا علينا على اللعيبه كلها. بس ده يفسر حضرتك خدت بطولات كتير بالرغم ان حضرتك اعتزلت صغير. مفيش بطوله لعبتها ما خدتهاش. خلينا نتكلم بس عن فكره هو ازاي انتقل الفريق الاول ملابسات انتقال الفريق الاول. جاي لك انا عواضين مسك 18 وكابتن جوهري 21 سنه. فرقه اسمها الامل. احنا كان عندنا في 18 سنه دول خالد جد الله وجمال جوده وجمال الجندي الله يرحمه فرقه مش عايز اقول لك برضه يعني انا لحقت ولعبت مع منتخب ناشئين. لعبت مع جمال جوده وخالد جد الله. جمال جوده اللي انتقل للنادي المصري بعد كده. جد الله كان العمده. طبعا. ايام هو اكبر مني في السن وجمال عبد الحميد كان بيلعب في 21 سنه. مع الامل. مع الامل وما بيلعبش. كابتن جوهر يعني لعبه شويه ما لعبوش. كانت فرقه مقفوله كده بياخدوا منها اي عنصر يكملوا بيها. الدرجه الاولى. الدرجه الاولى، يعني نبيل بحطيط النهارده لسه باعت لي على الفيسبوك. ففرحت اول لما شفته على الفيسبوك اخذوا نبيل بحطيطي السمري دكتور علي زور علي زور ابن علي زور فهو علي زور هو اللي كان يعني بيلعب مع الخطيب لما يتعور ما اعرفش بياخدوه يلعب في المنطقه دي والخواجه قاعد اتفرج علينا لغايه ما جت مباراه اهلي وزمالك عندنا في الملعب وكنا متاخرين بهدف وانا بقى ايه كنت باخد الكوره صاحب الكوره عامل بقى شغله ازاي انا ما اتغلبش عندي الحته بتاع التيشيرت الاهلي عندي الشخصيه ما بخسرش برقص الفرقه كلها ما ببصيش اباصي بس عند العرضيه او اي حاجه اشوط اعمل ولعب معايا الماتش ده مجدي عبد الغني فحطيني انا ومجدي عبد الغني في دماغه وكتب كلمتين كده اتفرج على جمال عبد الحميد ده مره كده عجبه الستايل ما كانش بيلعب حط اسمه فخدونا احنا الثلاثه من غير ما احنا نعرف حطونا فيرست تيم في القايمه بتاعت افريقيا احنا كنا ناشئين يعني بيكملوا كده لعيبه فبيتحطوا خلاص الثلاثه دول الثلاثه دول اتحطوا واحنا ما نعرفش خالص 76 يعني. يا كابتن ولا بعد 76؟ في 76 تتذكر القايمه كان كام لاعب؟ لا انا ما اعرفش انا اعرف ان انا اصل كانت القايمه زمان بس عشان عشان يتفرجوا عليا عملوا ماتش مع منتخب ناشئين كان كابتن فتحي نصير هو اللي ماسك منتخب الناشئين وبابي الالماني وانا كنت بقى ابتديت انا بلعب بقى ضد الاهلي والفرقه الاساسيه بتاعت الاهلي والمنتخب مع نينكوفيتش في ماتش بس انا بلعب الفرقه اللي موجوده محليه يعني اللي موجودين وخدت كان اقوى حاجه عندنا حمدي جمعه ده ربنا يديك له الصحه انك تعدي من حمدي جمعه ده يبقى انت انجاز ده لا انت تلعب درجه اول على رايي وخدت حمدي واحده كده ناحيه الشمال ونطرته في التراك وقام فحر ورايا المهم انا عملت ماتش بس حصلت مشاكل بيني وبين لعيبه وجمال عبد العظيم ومش عارف مين فدخل لي جوه كابتن فؤاد شعبان إيه انت بتعمل ايه لقيت حد بيهجم عليا انا مش فاهم حاجه خالص إيه انت بتعمل مشاكل انت طالع معايا الصومال بكره انت ما كنتش فاهم حاجه خليك بقى هنا لغايه ما نرجع ونشوف الدنيا فيها ايه مش فاهم حاجه برضو وما سافرتش ما سافرتش خدوا جمال عبد الحميد راح جمال عبد الحميد معاهم بس تفكر زمان احنا بنلعب 11 وخمسه احتياطي وبيطلع معانا اثنين ان كيس يعني لو حصل حد تعب ولا بس جمال بقى قعد في الاثنين اللي هم بره انا كانوا عايزيني يعني يبقى ليا شرف ان انا ايه اعيش في اجواء في الاجواء دي لما رجعوا بقى تعادلوا 1-1 هناك خطيب جاب جول انا جم نادهولي بقى انت تيجي بكره تتمرن مع الدرجه الاولى و زعلت انت ما سافرتش؟ ولا في دماغي ولا اعرف القصه دي انا بعدي اجيال انا عندي انا عندي في دماغي ناس لعيبه بتفرج عليها انا بتفرج على فرقه الامل دي دول الكباتن بتوعنا وبلعب معاهم كنت رحت لعبت مع جوهري شويه ورحت يعني انا مش فاضي انا بلعب 16 سنه و18 سنه و21 سنه بس ده مطلوب بلعب 3 ماتشات في الاسبوع وانا مش عارف قصه يعني ما اعرفش قصه ان انا العب في الدرجه الاولى دي لسه ما كانتش جت في دماغي كل اللعيبه اللي حواليا عاملين حساب الحته دي طبعا مستنيينها
مستنينا. جمال خالد جد الله، انا قلت خالد ده اول واحد يروح. جمال جوده، جمال الجندي، كل دول اكبر مني بالسن كمان يعني، مستنينها. انا مش واخدها بالاحرف، مش واخدها واخدها بالاعداميه يعني. الماتش اللي خلاك تنتقل بقى من المرحله دي لمرحله الفريق هو الماتش ده، ماتش العوده. جالي كابتن عزت ابو الروس قال لي انت بكره هتلعب الشوط الثاني مكان الكابتن علي زور، وتروح تنام بدري النهارده وتيجي. كان مع مين الماتش؟ الصومال. الصومال ده اللي هو الكابتن هروحه، ده الماتش العوده بتاعه. ايوه. وكانت الدنيا شتاء وتلعب في استاد القاهره، خدت شنطه كده وانا ماشي، فوالدتي بتقول لي رايح فين؟ قلت لها بقول لك ايه، افتح التلفزيون النهارده يمكن تلاقيني. قلت لها بقول لك افتح بس التلفزيون النهارده يمكن تلاقيني. يا لو كانت معترضه خالص على حكايه الكوره. الكوره كان زمان بيعترضوا. وفعلا فتحوا التلفزيون وقلت لك انا محظوظ يعني. ولعبت تاني تايم، كابتن خطيب خدني من ايدي كده. الماتش هناك، الماتش هناك، الماتش بقى اللي انا نازل 1-1 صح؟ الماتش هناك 1-1. كان كابتن خطيب جاب جول اول شوط هنا 1-0، وانا نزلت. خرج علي زاوية زي ما قالوا بالظبط كده، وانا نزلت لعبت ونج رايت، ما كانش كابتن مصطفى عبده وكان متعور حاجه زي كده. والعب عم هيثم وعم اسامه ان الكوره تجيلي ولا حد يبص لي. مفيش 10 دقايق رايح جاي، الهجمه تمشي كده وانا راجع معاها. هي رايحه وانا راجع، وانا عامل فيها عمده في. بس على فكره ده كويس في الناشئين، انا عمده الملعب يعني، تديني الكوره وانا افكر اعملها كده. بس على فكره ربنا بيحبك عشان خلاك تاخد احساس الملعب الاول. لا، وكانت خطيب مديني كلمتين شيء صفت، كلمني قال لي خلي ودنك معانا، خلي مش عارف ايه، مش عايزينك ما تخافش يعني. ما تطلع ولازم هتخاف بيني وبينك. بس انا العشر دقايق ظهر لي جريتهم دول خلوني خدت على الملعب لغايه اما راح مغير حد قال له انزل شغل الراجل اللي هناك ده، عايزين نشوفه ده ما جاتوش الكوره. الكوره الوحيده اللي مسكتها بايدي هاند بول، اعمل ايه؟ اول لمسه عايز اشترك الفريق الاول بايدك. فرحت راح لعب لي صفوه واحده وسط ثلاثه. طبعا سرعات كابتن صفوت، انت عارف اللي لقى فرخه بيجري وراه وجعان. مشتاق الكوره دي. واحد واثنين وثلاثه لقيت سمعت الها. بس خلاص الكوره جانا، بس الخطيب يستلم مني الكوره واسحبها اروح شايطها، الجمهور يهيص، اعمل واحده لمحسن صالح مش عارف ولا لمين، تك جول. بعدين لقيت نفسي انا عدليت شمال يعني، مش مش ناحيه اليمين، العب ناحيه اليمين ادي. انما مش انا يعني، شويه كرة جت كده فاتلعبت، فانا عملت السويتش ودخلت لجوه. وراح طاهر الشيخ لعبها بالعرض، لقيت نفسي بطير كده وبطلع في وسط الاثنين وبضربها بدماغي، لقيتها في المقص. تبقى تكف وتلعب الكرة وتيجي في المقص، وبعدين تشوفها دخلت الجون ولمست الشبكه والناس عيطت وتنزل، هاتني بقى هتجيبني منين ساعتها؟ اكني بلعب تحت 16 سنه. طالع وبتنطط زي رونالدو كده وبرفع ايدي، محدش عبرني رونالدو مره واحده. مش مبالغ انت شويه في القصه دي. ماشي. التنطيط انا بقول. كابتن فتحي مبروك الوحيد اللي جالي. برافو يا ولد، يلا ارجع. ورجعت وخرجت. دي كانت بدايتك. والصحافه بقى موهبه جديده، نجم ستارز بورن بقى يعني، عملوا عليا هاله واخد الشنطه. وانت صغير كنت وسيم برضو، خلي بالك. استنى، لا لا لا، ده في حاجات لذيذه قوي. واخد الشنطه بقى وراه مروح مروح بقى ايه من النادي الاهلي. من على النيل ماشي، وعديت الكوبري ونزلت لغايه نعمه بتاع الفول. وقعد ابص للناس، انت مستنى حد يعرفك يتصور معاك، مفيش حد يتفرج على الماتش. عديت كده ماشي شويه، واحد قال لك الواد اهو اللي كان، الواد ده اهو، لا ده بتاعنا بتاع العجوز اللي جاب الجون النهارده. رحت مادد. لسه بدايتك مع الصوره. رحت مادد، رحت البيت، بصوا لي كده وضحكوا. طب الوالده قالت لك ايه؟ ضحكوا يعني، اول ما شافوني قالوا لي ايه ده؟ طب مبروك. مش عارف ايه، خلينا نغير راينا. لا ده المعامله اتغيرت. ايوه يا باشا، انا بقول لك المعامله على طول اتغيرت. كنت بنام مش عارف فين، ابتدوا يزحزحوا اخويا ودوني الاوضه. بيدوك شويه اكل زياده. وسعوا للنجم بتاعنا. طبعا دور الوالده كان مهم في حياتك يا كابتن. طبعا هي الحضن الكبير بتاعي. ابويا راجل طيب قوي. قوي يعني، لدرجه ما فيش مشكله حصلت في حياته، لا بيني وبينه ولا بينه وبين اي حد في البيت ولا اي حاجه خالص، في حاله وفي شغله.
حتى اللي بيروح يتفرج على الماتشات بعد ما انا ابتديت العب اديله تذاكر يديها للصحابه للاداره عنده الحاجات دي وما اعرفش ايه، وهو يروح يقطع درجه ثالثه اهو ويروح يقعد في الدرجه الثالثه يقعد يتفرج عليها عادي جمهور عادي، ويجي بقى بالليل بعد الماتش يحاسبني انت ليه بتتنرفز انت ليه مش انا بتاعت وسط اصحابي مش عارف اعمل ايه. انا دايما كنت في الملعب عصبي جدا مش عايز اتغلب حماسي مش عايز اتغلب خالص حماسي ولا، وبعدين برقص كتير وحاجات كده، فحكام مش عارفين يعملوا لي ايه يعني يقول لي ما هو احنا مش عارفين ننقذك انت بتخش في وسط ثلاثه طب هنعمل يعني نطرد الثلاثه يعني انت جاي تشكلنا ان هم بيعوروك ما انت لازم تتعور. هنقف عند الحكام يلا. وحديث ودور والده حضرتك في حياتك ولكن هنطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل واستكمال لحوارات طبعا نجمنا كابتن شريف عبد المنعم. ورجعنا لكم مره ثانيه وحوار مستمتع انا شخصيا بيه واتمنى حضراتكم تكونوا مستمتعين بيه مع الكابتن شريف عبد المنعم. اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن. كنا واقفين عند دور والده حضرتك في حياتك سواء في البدايات وكمان اعتقد حضرتك نهيت وانت عندك 27 سنه لاسباب متعلقه بحادثه وكده، واعتقد كان ليها دور ايضا مؤثر في انك تنهي بتشيرت النادي الاهلي لان اعتقد كان في مفاوضات ان نادي الزمالك كان حابب يعيدك ليه بعد ما كمان كان في خروج من الناشئين وان انت بتعرفش تلعب عرفوا بقى ان انت بتعرف تلعب وحابين يجيبوك سنه 86 مش مكتوبه لي معاهم. احكي لنا بقى الكواليس. الحادثه طبعا يعني ان عملت من قمه لاعاده بناء تاني للكل اللي انا حكيته لك في الاول هرجعه تاني ان انا ازاي اقدر امشي على رجلي. كابتن صالح الله يرحمه انا قاعد اشوفك ماشي على رجلك بس. قلت له يا دكتور ممكن العب؟ قال له يلعب بس ده هيشوف يمشي بالمسطره على كل التعليمات ويخش حمام السباحه ده مرتين ثلاثه في اليوم. فانا عملت كل ده والناس ما صدقتش. سنه كام ده يا كابتن؟ كان 82 يعني قعدت لغايه سنه 83. كانت الحادثه عربيه ولا كانت حادثه عربيه؟ بعد الدوري ما خدناه يعني. كنت حضرتك اللي سايق ولا كنت انا اللي سايق؟ فحصل كابتن جوهري رجع ومسك وبعدين مشي واحنا خدنا البطوله بتاعت افريقيا دي 84 82 وخدنا بطولات بعد كده اثنين كاس افريقيا ابطال الكؤوس 84 و85 85 وخدنا مع كابتن طه اسماعيل واحده اللي هي برضه ابطال الكؤوس على ما اعتقد 86 وخدنا 87 كمان. ايوه بالظبط. السنه اللي انا بطلت فيها انا وكابتن محمود وكابتن مصطفى عبده. ف هي جت كلمت في العروض كان كابتن حماد امام هو اللي عامل العرض. ايوه. ومحمود بدر الدين كان هم اللي عاملين البروبوزل يعني ان انا اروح العب. كان كابتن جوهري ما بيلعبناش اللي بيتعور عند الجوهري ما بيلعبوش. ماشي انا عندي ماشي يعني. بس خد بالك الكابتن جوهري يعني جه لعب بعد كده كابتن جمال عبد الحميد في كاس العالم بس عادي. ده ما كانش بيلعب جمال عبد الحميد في البتاع شوف الدنيا عشان تعرف. جمال عبد الحميد اللي بيشتكي ده يقول لك عالجوا شريف بره وعالجوني انا جوه. مش مهم يعني. حلوه العلاقه كده يا كابتن يعني. لا انا وجمال اصحاب كمان كل شويه يقولوا عليك وانت كنت قد شريف عبد المنعم لما وقع بالعربيه. لا جمال كان لعيب كويس يعني. فما بقاش في عرضوا عليك كام يا كابتن؟ انا طلبت قد اللي ليا في النادي حوالي 70,000 جنيه قلت 150,000 جنيه. قالوا طيب كلموا باشمهندس حسن فتوح ايام كان هو ايوه اهلاوي بالمناسبه اهلاوي حسن فتوح قال لهم ماشي هاتوه بس شوفوا ابراهيم يوسف هيقول ايه وجمال عبد الحميد هيقول ايه. شوفوا ابراهيم يوسف هيقول ايه ما هيطلبوا لو سمعوا ان انا خدت المبلغ ده قال لك انا سمعت ان هم قالوا لو هو هياخد كده احنا هناخد كده يعني. كان مبلغ كبير قوي نص مليون جنيه عشان لعيب يجي هيدوا اللعيبه بقيه اللعيبه فلوس وهو يجي وكان يعني هم بيحاربوا في المنطقه دي. وانا رحت قلت للكابتن جوهري اما خد اللعيبه ومش عارف ايه ومشي انا كنت ضد الحكايه دي. قلت له انت مش هتلاعبني والستايل بتاعي انا الظاهر انت بتحب اللي بيباصي بس قال لي انت احسن لعيب عندي بس انت مغرور قوي وانت شايف نفسك قوي وانت وانا ما فيش الحاجات دي خالص يعني ده خالص انت لسه قايل انا اول هدف عملته زي رونالدو. ده انا لما كابتن جوهري كنت انت بره يعني كنت بتمنى ان انت تيجي تمسك الفرقه يعني كنت بحبك جدا هو كابتن جوهري اللي بيتعور عنده حسام بدري طاهر ابو زيد علاء ميهوب مش بيبقى اوت اوف في الاوردر اوت اوف اوردر يعني يقول لك 30 دقيقه 20 دقيقه خارج الحسابات ويتش از جود بالنسبه له يعني للحسابات وممكن يكون هو كان صح وارد صح وارد يعني كل مدير هو ككوتش حسب هو ككوتش شايف ان انا فت قوي 30 دقيقه وفعلا انا كنت بنزل ال 30 دقيقة بكسب النادي الأهلي.
بجيب جول بعمل بس طفرة. خلينا عشان ما نبعدش، انت طلبت 150,000، ما اترفض العرض بسبب لاعبين نادي الزمالك، قال تاخد الجزء وبعدين جزء. دور الوالده هنا ايه؟ انا اصلا الفكره مش رايح بالظبط يعني ده انا عارف اللي بيطفش تعجيزي، رقم تعجيزي. لا مش تعجيزي يعني، حتى لو جم مش فارقه يعني، انا ما مش فارق معايا الرقم، مش جد انا اللي فارق معايا ان انا همشي من الاهلي واروح احارب في منطقه تانية، ابني شريف عبد المنعم تاني واعمل عندي شعبيه هنا وهنا، حبوني جدا جماهير الزمالك كانوا، بس انا المبدا شوف، انا هقول لك على اتنين كنت بشوفهم في النادي الاهلي خلوني امشي جنب النادي الاهلي بس. اتفضل. صالح سليم وفريق مرتجي وكمال بيحافظ. الثلاثه دول احنا كانوا بالنسبه لي انا لما بعوز اي حاجه اروح اتكلم معاهم، وعمرهم ما رفضوا لي طلب الا الاحتراف اللي اترفض لي في بايرن ميونخ وتركيا. مش كانت جالك تحترف لانه تألق واحرز هدف، وعلى ايام كابتن صالح جالي باوك اليوناني وانت سجلت بايرن ميونخ جول، وسجلت بايرن ميونخ جول. طب نقفل الحته بقى بتاعت نادي الزمالك. والدتك قالت لك ايه؟ قالت لي بص انت اللي انا قلته لك يعني، انا بترجم لك اللي كان على لسان والدتي. قالت لي فلوس، ما انت ايه الفلوس يعني عايز تعمل ايه؟ انت كويس واحنا كويسين والحمد لله، رغم ان انت 27 سنه وتقدر تدي. لا ما بصيتش هي الحته، قالت لي بص انا هقول لك على حاجه، بس هي كانت قريبه قوي من مرات فريق مرتجي. كانوا يروحوا مع بعض سيدا فيسا ومش عارف ايه هي يعني. كمان عاشت الاجواء بتاعتنا احنا. قالت يا ابني اللي يلعب في الاهلي ما يلعبش في حته تانية، اللي يلعب في الاهلي ما يلعبش ما يروحش في حته تانية. انا بقول لك وانت يعني الحمد لله اللي انت فيه، والنادي الاهلي ما سبكش لما عملت الحادثه، والنادي الاهلي ده حاجه تانية خالص. وهي مش عايزه ايه، معلش انا عايز اقف، مش عايزه تزعل الناس مني. لا ثانيه، وعارفه هي اكبر مني واوعى مني والظاهر بتشجع الاهلي من ورايا كمان. كابتن الله يخليك، في حته عايز اتوقف عليها يعني. حضرتك عملت الحادثه وكان رجوعك للملعب شبه يعني مستحيل، احتمالاته ضعيفه جدا، وبقبض فلوسي كل شهر. انا بس ليه بقول كده؟ عايز اقول لك على حاجه، لان ده انا عايز اكد على المعلومه. لا بيجي لي مرتبي. كابتن زيزو قال لي انا مش هقدر اايدك، عايز تتأيد ولا تشوف الذوق يعني. وبيستأذنوني ان هم يحطوا لعيب غيري. قلت له طبعا انا مش قبل 6 أشهر قبل ما ارجع لك. انا راجع قلت له. كان عندي كارج فظيعه وعندي احساس ان انا هرجع. ايوه. قلت له انا جاي ما تقلقش. بس طبعا اتفضل اي حد عايز تحط اسمه، كان في لعيب جايبينه تستفادوا بيه اسمه مين؟ تستفادوا بيه لغايه ما يستفادوا بيه الست اشهر دول يعني. ما انا ما لكن راتبك مشي شهر راتبي وجوائز ال اصل انا بركز على النقطه دي. لا والجوائز بتاعه الدوري او الكاس او اي حاجه بتتاخد باخد مكافات، يمكن ما باخدهاش فول يعني، الكلام ما باخدهاش كامله. باخد يعني 50% ولا بس بتعامل زي اللعيب درجه وانا موجود بتعامل ان انا بلعب يعني. الكلام قديم يعني، الكلام مش اصل ليه يا كابتن هيثم بناكد على النقطه دي؟ لان بعض اللاعبين القدامى لاسباب هم عارفينها كويس خرجوا من النادي الاهلي لاسباب متعلقه بيهم وسلوكياتهم خارج الملعب، وطلع فترات كتيرة جدا يتكلم عن فكرة ان النادي الاهلي مش بيديه فلوس والنادي الاهلي معالجوش بشكل كويس، والكلام ده طبعا يعني عارف تماما من الصحة، والجميع عارف خروج هذا الكابتن من النادي الاهلي في الفترة دي كان لأسباب تخص هو وتخص سلوكياته. اعتقد الكابتن شريف عبد المنعم بيتكلم عن فترة علاج طولت، ومع ذلك راتبه بياخده، مكافآت بياخدها بنسبة او باخرى، فبالتالي نفس الفترة هي نفس الفترة اللي خرج منها الكابتن اللي ادعى ان النادي الاهلي ما ادالوش بقيه مستحقاته. وطبعا انا عايز اتوقف عند السيده الفاضله والدتك اللي قالت لك اللي بيلعب في النادي الاهلي ما يلعبش في مكان تاني، وسمعت منك قبل كده مقوله جميله جدا ان اللاعب لما بيدخل النادي الاهلي بيتفتح له حساب في البنك. زي الاهلي الاهلي لو فتح لك حساب عنده لازم انت تبقى شخصيه مهمه او لعيب عندك موهبه. يا سلام كمان ربنا بيدي لك كمان شويه، ده ستر ونعمه وفرح تفضل قافش فيه كده زي ابو تريكه زي محمد صلاح. بص الناس اللي هي انا كان في ناس عارفه الطريق بتاع ربنا قوي. فربنا بيديك اكتر، مش كل واحد بيبقى في نفس السلوك. لعيبه كتيره قوي انا يعني بحب وليد سليمان مثلا يعني، عنده قناعه وعنده ستر يمضي وهو سلام نفسي يعني. انت مع الانتماء يا كابتن؟ انا ما هو انا كمان لما يبقى كابتن صالح هو اللي بيكلمني او كابتن خطيب معايا في الفرقه وكابتن علي كابتن حسن حمدي، يا
كابتن مصطفى عبده فريق مرتجي لما فريق مرتجي لما ياخدني ويتمشى بيا من النادي على رجليه لغايه وزاره التربيه والتعليم عشان يعمل لي استثناء عشان اخش في كليه. ايه يا جماعه انتوا بتقولوا؟ كل ده انت خدت ده النادي الاهلي بالظبط. لا انا متربي كمان على الاحترام وعلى كل حاجه والحمد لله في شبعان يعني مش والعمليه ما كانتش عندنا فلوس ربنا كان بيدينا عربيات وبالقليل بناخد 150 جنيه يا احمد 150 جنيه مش رقم بقول لك مع ذلك رقم تقسط عربيه من عند حسام فتوح وحسام يزق شويه يعني فاهم قصدي يعني وحب الناس اللي هو لا يقارن. كلمتنا في الفاصل عن يعني ان الحكام كانت بتقول لك هنعمل لك ايه انت اللي بترقص وبتروح تحط نفسك وسط ثلاثه ودي حقيقه. عندنا اخطاء تحكيميه شهيره جدا بس في مباراه الاهلي والزمالك ايضا لان البعض بيقول ان مفيش اخطاء تحكيميه في مباراه الاهلي والزمالك الا لصالح الزمالك. معانا كابتن شريف عبد المنعم تقريبا خدت كوع محترم من الكابتن عادل مأمور. كوع بس كوع وبنيات وبوكس اهو يا كابتن اهو الكوع اهو دي اللقطه دي مباراه دي دوري 84 85 هوب ادي الكوع. لا ما انا ايه اللي وداني عنده كمان ما انا استاهل يعني الغلطه حطيتك برضه يا كابتن. انا على طول اقول لها اقعي اعمل ايه بكلم الكوره وانا بلعب دي يعني. طبعا لا بيلن ولا انذار ولا اي حاجه. الماتش ده كان فيه كميه الكوره دي بقى وديت علاء ميهوب للجون ما اعرفش ازاي اوف سايد دي يعني انا مش عارف ده في بص كابتن يعني كان في لاعب ده جون في اللقطه يعني فاهم قصدي انا يعني الكوره كانت سهله وانا كنت بحب علاء قوي ومتفق انا معاه على طول اقطع ومالكش دعوه هتلاقي الكوره قدامك يعني اتفضل لا مغطي ده في واحد هيظهر بص يعني كابتن علي لسه ظاهر في الصوره والكره اتلعب هيطلع واحد من الزمالك دلوقتي كان بايت في ال 18 تقريبا. طبعا كره ما فيهاش اي تسلل دي في اخطاء مباراه للقمه كان فيها هدف وركله جزاء كمان هي لمسه يد في نفس المباراه كل دي ثلاث اخطاء في مباراه واحده يعني وده جون 100% ها طبعا محمود عثمان الله يرحمه. لا ده 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 حكم تاني خلي بقى يا كابتن بعد الفار دلوقتي لو المفروض بيشوف كل الكلام ده الاخطاء بتزيد. لا ده هو عنده جول رقص فيه ده جول بقى مش بس اتلغى له ده خد انذار ان هو رقص اللعيبه. انا عايزك تقول لنا كابتن خطيب بيروح لحكم ويكلمه قال له ايه هو في ايه قال له انا مش فاهم هو عمل كره مباراه الاهلي والسويس انا كنت يعني ادي نص الملعب اهو وانا واقف هنا والكره اتلعبت كده وانا عديت اول واحد جالي زي محمود علاء امبارح كده ما لحقش رحت واخده طلع بره زي رحت ماشي رايح للجول عملت نفسي احطها ورحت لامم زي صلاح محسن خلينا بقى نتكلم ايه ابديتنج عشان الناس تبقى فاهمه ورحت لامه وبقى الجون فاضي وبعمل كده لقيت واحد جاي لي بقى هديه الباك ليفت جاي بيغطي خفت تحت نعملها يروح مطلعها رحت عامل كده رحت قاطمها تاني راح هو متزحلق وخبط في العارضه رد واخدها وجه الجون عليا رحت زي ازق كده وسقطها جول وراجع بقى ايه بقى فرحان جول حلو ايه بقى فرحت فرحه مين راجع رونالدو برضه اتصدمت وانا راجع كده لقيت بدل اللعيبه ما بتيجي لسه بيجروا عليا وما اعرفش ايه بيجروا على الحكام لان الحكم بيجري اسرع منهم ورايح لي وبيعنفني وتيت انذار ما يصحش برضه يا كابتن بصيت له كده فالكابتن خطيب راح قال له هو في ايه بياخد انذار ليه حاجه هو ما سالتوش ما سالتوش انا كنت بقيت 2-0 يعني مش فارقه لا ما سالتوش اديتني انذار ليه انا قلت له هو ده سوء سلوك كله هو قلت له هو في ايه يعني انا مسافر وانت مش عارف بتعمل وبترقص معانا انا مسافر ده فعلا اهو الاهلي رغم ظروفه الصعبه يسأر لنفسه ويهزم السويس 2-0 بعد مباراه ضعيفه واللي كتبها طبعا كابتن اسماعيل البقري ده صح زملكاوي جدا واتكلم عن الهدف عن الهدف اتكلم واتكلم عن الانذار فعلا وطبعا كان الدور الاول يعني هو بيقول يعني هو كابتن مش ممكن تجيب الحاجات دي منين لا عيب يا كابتن مش ممكن يكون صفر يا كابتن قبل مش ممكن يكون صفر وانت في نص الملعب على حاجه مش متاثر اسر تمريره طويله من الخطيب وصار في طريقه وراءه احد المدافعين راوغ الحارس محمد مرجي ومن بعده الظهير مجدي يعني فريد وسدد الكره داخل المرمى دون ان يحتسب كاسب حامل الرايه اي شيء وكانت المفاجاه الغاء الهدف لا وكمان خد انذار يعني الكابتن يعني انزار. كلامك بيطابق اللي اتكتب وقتها الكلام ما انت غلطان برضه يا كابتن ترقص كل دول ها ما انت غلطان ترقص كل دول انا غلطان ما رقصش الحكم نفسه كان وقع وما شافش حاجه يعني المهم بس في حته عايز اقولها لك في حكايه انتقالات اللعيبه من الاهلي للزمالك وحاجات دي اللاعب ما بقاش بينتقل عشان فلوس او ولا اي حد من عندنا راح لا اللاعب بيبقى عايز يلعب حزين على نفسه ان هو ما بيلعبش يعني عايز يكمل ولما بيروح يعمل ريفنج لنفسه اقرب حته اقرب كيان ليك مين والزمالك يعني ما بيقول لك اروح هناك وما بيتوفقش انت بتتكلم مفيش لعيب راح وتوفى حتى اللي جاي من عندهم يعني خدت بالك
ليميتيشن نادرا يعني نادرا نادرا ان محدودة. هو يبقى يجيب جون مره مثلا مش لا اسماء انما تقدر تبني في حته تانية اسم بتاعك بس اللي انت بنيته في القلعه الحمراء بس اللي هي بال 100 مليون مشاهد بس الجماعه ده ليه ثمن في تاريخ الحياه. طب ما انا عايش معاك اهو لحد دلوقتي وقاعد اهو بس عايز بس انت فاهم قصدي ده ما يسويش فلوس بس شريف انا عايز لا انا عايز اعرف من حضرتك انا اقف عند ده بس انا عايز اعرف على حته البنك الاهلي اللي بتفتح نادي الاهلي بيفتح حساب في مين اللي بيقفل الحساب بقى يا كابتن اللاعب عمر النادي ما قفل حساب حد تصرفات اللاعب هو اللي بتخلي لا هتشوف اخلاق والله العظيم والله لا هتشوف اخلاق الناس المسؤوله في النادي الاهلي والمجموعه اللي بتبقى منتقاه ومختاره لمجلس اداره ايا كانوا مين مسكوا مش هتلاقي احسن من كده لان هم لثلاث ورقات احنا عايشين في حياتنا مبادئ والاخلاق والتطوير والحاجات دي كلها ما عارفين احنا بنها والعيله الواحده وما دي كلها ماشيه من 1907 بتورثها الاجيال يعني ده بشوات بيعلموا الناس بس خلينا يا كابتن لا قبل بس يعني عشان نطلع فاصل بعد الفاصل ان شاء الله هرجع لحضرتك انا بس محتاج اعرف اللي اتنقل من هنا لهنا سواء من الاهلي للزمالك ومن الزمالك الاهلي حضرتك قلت فيه اسامي يعني نادرا ما توفقت بس خلينا نعرف الاجابه بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع كابتن شريف عبد المنعم ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وجينا للفقره الحقيقه اللي احنا بننتظرها وحضراتكم كمان بتنتظروها معانا فقره السحور ونرحب بشيفنا طبعا الشيف الكبير محمد عباي اهلا بيك يا شيفنا. الله يخليك ازيك يا كابتن اهلا بيك يا شيف طيب عامل لنا ايه النهارده بقى قول لي كابتن شريف كل سنه وانت طيب انت طيب شيف الكل ربنا يخليك اخر سحور في رمضان لازم يبقى مميز يا شيف اكيد طبعا احنا لسه بكره عندنا الكحك طبعا عندنا الكحك بكره عندنا كحك ولا بكره بسكويت في النهارده ولا بكره لا بكره ان شاء الله نجي لك بكره تاني نجي لك تاني ان شاء الله ان شاء الله طب النهارده ايه الاخبار الطعميه ايه والفول لا النهارده كله مظبوط كله تمام كابتن شريف وثق على الطعميه الريحه بانت الريحه بانت اساسي كابتن شريف تمام تسلم ايدك يا شيف وان شاء الله يبقى اكيد هتكلم عن الكابتن نروح بقى الكابتن شريف كان بيتكلم عن الحادثه وكنت لاحظت الم الحادثه وانت بتتكلم عنها لكن كان في هدف بعد الحادثه اعتقد لا تنساه وكان رجوع ليك من جديد للتهديف اعتقد له ذكرى معاك مختلفه بعد ما رجعت كابتن جوهري رجعت سجلت تاني في النادي ولقوني بجري في الملعب ما صدقوش قالوا طب نشوف نجرب طب ما تشوف انت كده انت اللي بتجري ده كابتن كنا بنلعب فرقه الكروم اول ماتش في الدوري سنه 83 84 ودي كره اتلعبت بالعرض وقلشها علاء ميهوب وانا دخلت بشمالي ورحت حاطط الكوره ده اول مباراه العبها بعد الحادثه وسجدت امي الله يرحمها ووالدتي قالت لي لو جبت جول النهارده اسجد لربنا شكرا ونعم فالكلمه بالجول بالبتاع في ودني رحت ساجد لربنا جاي من زي ما بيقولوا من تحت الصفر من حادثه مفيش لما قالوا للدكتور شريف هيسكور توداي وفيق مكاوي الدكتور اللي كان معايا يعني عمل مجهود كبير قوي معايا بشكره قال له يا سجده بص احنا مركزين على السجده واحتفالك وجايبين لك ده محمد عامر ومصطفى عبده عملها براسه بالعرض وعلاء قلش عشان انا اجي له بقى القلش اجي انا من وينج ليفت بحطها في البعيد اعتقد خبطت تحس يا كابتن هديه ربانيه هديه ربانيه يعني ربنا سبحانه وتعالى حس بيك داخله جت رايحه الناحيه الثانيه هو برده دي بقى جول انت عمال تقول زي صلاح محسن ومش عارف زي ده جول بقى زي مين الجول هون ده اللي انت جبته ده زي مين زي شريف عبد المنعم ده دي حاجات بتبقى رايحه كده هاند ميد ده صناعه يدويه بتاعتك لا ربنا هو اللي بعته فرق معاك الجول ده فرق جدا الجوهري بص كده وغيرني برضه وعدني بقى قال لك خلاص طمنا هو نزل الملعب وربنا رزقه وخلصت له ماتشات كتير قوي يعني اصعب مباراه يا كابتن انت مريت بيها في حياتك كانت ايه مباراه ايه لها ذكريات معاك صعبه مش قادر تنساها هو كان في مباريات انا ببقى قاعد بعد الحادثه والاهلي متاخر بهدف وبنزل 20 دقيقه فلازم تعمل مطلوب مني اعدل النتيجه فكانت مباراه الاهلي ومقاولين عرب ومقاولين عرب في عزه بقى يعني كلهم محترفين تعتبروا عبوده وحمدي نوح والشيشيني كان بيل أنطوان وعبد الرزاق وبيل انطوان وجمال ورا وما اعرفش جمال عقاد كان موجود برضو لسه كان في الفتره دي المقاولين يعني بطل ده المقاولين بطل كان بطل بالظبط وفرقه لا تقهر واحنا بنلعب 10 طلعت مدحت رمضان وناس 20 دقيقه الاوردر ايه يا كابتن جواري؟ قال لي اديك شايف انزل اعمل اللي انت عايزه نزلت اول كره علاء ميهوب بس الظاهر كان اوفسايد ولا ايه جبنا جون 1-1 ده اتلغى حمدي ابو راضي شاط شوطه
راحت وقع من ايد بتاع ودخل جون 1-1 بلانتوان. ابتدينا بقى، رحت انا كنت بني الكابتن بقيت لما نزلت سلمت على شيشيني متهيألي ولا مش عارف مين كان هو الكابتن، سعيد الشيشيني قلت له جيم از اوفر يعني ماتش خلص اكسترا تايم بقى واحنا بنلعب 10 قلت له الماتش خلص كسبناهم 3-2. ما تحبش تخسر؟ لا واضح بص لا لا لا. ان هو صغير وعنده انا بلعب 10 انا بلعب ونج ليفت وهاف ليفت وباك رايت وباك ليفت كلنا اتفرمت ال10 في بعض كده طلعت 100 واحد افتكره كمال بيه حافظ قال لي يا ابني انت رفعت راسنا النهارده بعد الماتش واحنا مروحين برافو 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 رفعت راسنا النهارده كان ماتش ماتش دمياط دمياط اللي خد فيه العربيه اللي كان كابتن الخطيب مصطفي مصطفي احكي لنا برضو المباراه دي وذكرياتك معاه. كابتن الخطيب كان متعور واحنا كان ظروفنا في الدوري ده صعبه يعني ما بنكسبش على طول نكسب ماتشين نتعادل ماتش كده ما بنخسرش ده عندنا تعادلات ساعات فمستر كاوتشاي هيموت عايز الخطيب يلعب فدخل في الهاف تايم 0-0 قال لك فين بيبو بيبو فين الخطيب فين اول مره نسمع صوت الراجل فالخطيب قلت له بقول لك يا بيبو انزل اقف في الملعب بس هنكسب وقفتك بس في الملعب هتكسبنا والله العظيم ثلاثه كان بيمنحكم ثقه كبيره كابتن هو الخطيب طبعا يعني في لعيبه بتبقى معاك في الملعب شالت عني لا بتبقى موهبه شالت المسؤوليه بيبقى موهبه انا بقيت العب بقى رايح جاي وبتاع وما اعرفش ايه وكل الناس اول ما بيلمس الكوره الدنيا كلها بتقيس متعور مش متعور ليه تاتش ليه ملكه الماتش ده خلص عنده موهبه لغايه لما والحقيقه اللعيبه المحترمه بتاع دمياط حاسه برده ان هو متعور ما كانش فيه حد لعبت كوره محمد عامر وجريت عشان يلعبها لي بالعرض راح محمد لاعب الكره بالعرض جامده جدا وراحوا ضاربينه يا عيني في رجله طلعوه بره والكره وانا جاي قال لي لسه هلعبها راحت خبطه في الارض كانت وحشه قوي راحت خبطه في الارض فالجون طار عليا وراحت داخله في الجون يعني ما حدش لمسها الارض هي اللي عدلتها وكسبنا الماتش ده 1-0. انا هقف عند نقطه انت قلتها مهمه جدا اوجهها للجماهير. الكابتن شريف عبد المنعم وهو بيتكلم عن كابتن محمود الخطيب قال نقطة مهمة جدا بغض النظر عن فكرة ان وقوفه في الملعب هيكسبنا قال شال عننا المسؤولية. الناس اللي بتقارن لاعبين مهاريين في الفترة الحديثة وبيتكلموا عن فكرة الأهداف وعدد البطولات وبيقارنوا بالكابتن محمود الخطيب أعتقد لما تلاقي حد بيتكلم عن بالشكل ده ويقول لك ان الكابتن وجوده بس شال عننا المسؤولية لما تلاقي حد من المهاريين دول عنده نفس المسؤولية دي اللي توصل لمرحلة ان اللاعبين يلعبوا بالحرية التامة وقتها ممكن تقارن مع موسم واحد من مواسم الكابتن محمود الخطيب أسطورة الملاعب المصرية. عايز أكد حاجة على حضرتك في الكلام اللي انت بتقوله مش واجب ان انا لاعب سريع وبلعب محترف بره وابقى انا أسطورة او انا عملت ليجن. انت اجتهدت نفسك وبرافو عليك زي محمد صلاح مثلا كده تعمل وجود حلو قوي انما انا هتجيب لي حرفيات ومواهب لعيب زي الخطيب كويس وزي علي ابو جريشه وحسن شحاته وزيزو يعني فاهم انا اقول لك بقى لعيبه كانت ايه تقعد تتفرج عليها كده بس وما سبقكم كمان كان من اجيال كمان كان لعيبه قصه ثانيه بيتعاملوا مع الكوره دي تعامل رباني دي مواهب يعني ما تقارنيش حد بحد لا ده ليجن ده ليجن بالظبط هو من احسن ما انت عامل مع كره القدم يمكن يعني ده تقدر تتكلم على ميسي كلمه واحده لا طبعا طيب انا ما اقدرش اتكلم على خطيب كلمه واحده بالظبط اما اتكلم على الموهبه لا يختلف الكيان الثاني حسن شحاته ما اقدرش اضبل الكلام ده تاريخ ولعب بره وجوه وحكايه لما تقعد تلعب معاهم كمان الفهد اللي كان اسمه علي خليل اللي ما خدش حقه في حياته ده حقيقي فهد طياره لا ما انا عرفت ليه ما خدش حقه لما انت قلت ما عندوش ابراهيم يوسف زعل ان انت جايب 150,000 لا يعني لا كان في ناس في الملاعب كل واحد ليه شغل وكده وتعلمنا من ناس وحاضر يا كابتن وما اعرفش ايه والكلام ده انما والله العظيم ثلاثه مش عشان انا كابتن محمود الخطيب زميلته في الملعب حظي كويس ان انا زميلته وانا اصغر منه بخمس سنين التاتش تقعد تتفرج عليه انت بتلعب معاه صفوت عبد الحليم طاهر الشيخ وانا بعشق علاء ميهوب ليه؟ لانه بيكمل لي طاهر الشيخ في الملعب اما اقطع من كده بص ليه ازاي احطها له وموقفها وايه البرود ده يا علاء ويرقص الجون يا عم حط الكوره كابتن علاء علاء عنده ملكه كمان جميله وانغمس بسرعه اول ماتش قلت له انزل
اللي يلعب في الدرجه الاولى فوق اللعب سهل قوي، العب لعبك كل الناس هتخاف منك. خد بالك انت قلت قلت له انزل رقص حشي حتى بس واحده وهتلاقي نفسك طياره في الملعب. انت قلت نجوم عظيمه واتكلمت عن المهاره العامل المشترك بينهم، هل ده تاثيره للكره الشراب اللي اختفت حاليا من الوجود دي؟ هنسمع اجابتك على السؤال ده ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع طبعا مع الشيف والسحور اللي مستنيه كابتن شريف عبد المنعم، ونشوف الفلافل ظروفها ايه ونرجع نكمل مع بعض بعد الفاصل. اهلا بيكم من جديد، واخر سحور معانا هنا في برنامج الاهلي في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اقتحمت المكانه كابتن هيثم المره دي. نعمل النهارده بقى ترفع لي انت، انت كل مره كنت بتيجي بتستغل الموقف بهجم على طول طبعا. خلي بالك انت هنا هتبقى اللوكيشن بتاعك، الريحه بتبقى جايه عليك الاول، ما انا شامل فبتفتح نفسك وبعد كده تيجي بقى ايه تلاقي نفسك جاي مستعد للاكل. جاي اقتحم بقى. كابتن شريف شامم ريحه الطعميه ولا ايه؟ انا شامم ريحه الطعميه، والحقيقه محمد عامل شغل جامد قوي طبعا يعني. بس اوعى تمد ايدك الكابوتشه دي والنبي. لكل حاجه تتساب وكله تمام تحت امر حضرتك يا كابتن شريف. حبيبي طعميه وكله. بس بعد اذنك بقى اسامه، احنا في منطقه ما دخلناهاش خالص بعد اذنك. اتفضل. الا وهي التمثيل. الناس ما تعرفش برضو ان حضرتك ليك سابقه مع مع التمثيل والفن. كلمنا عنه. ما الحادثه هي سبب التمثيل. طب ازاي دي ازاي طيب؟ الفتره انا قعدت فيها برجع تاني، اتقابلت مع حد قال لي تحب تمثل مش عارف ايه، قلت له انا ماليش حاجه قدامي 6 اشهر اجي لك فيلم ويجي لك مبلغ كويس محترم كده. مين بقى اللي قال لك؟ كان خليل عثمان، كان منتج الشركة سمع عربية. هو كان صاحبك كاش؟ لا يعني هو قاعد معايا اتعرف عليا في اسكندرية كده، وكنت انا بقعد اقلد السادات ومش عارف ايه، بحب السادات قوي. طب ما تدينا بقى نقطة، تدينا حتة كده. لا الله يرحمه بقى، ده لا يقلد. طبعا طبعا عظيم. ف يا أسامة قلت لك قبل كده فشاف التقليد قال لك بس ده يمثل. فهو قال لي تمثل يا شريف ومش عارف ايه، قلت له مثل يعني. وجاي اقول عملت فيلم سنه 83 انا واستاذ عزت الله يرحمه عليلي وليلى علوي ومحمد الحلو. انت كنت بغني اغنيته دلوقتي يعني. ايوه بس كان صوتي حلو وانا بغني صح. وبعد كده شفت التجربه دي وخلاص، ورجعت لعبت كوره تاني لغايه لما بطلت. دخل عليا بقى اهلاوي تاني، مخرج ونبيل صاروفيم وكاتب وصحفي وبتاع. قال لك ايه؟ قال لي بقول لك انت ما خدتش حقك في التمثيل، تعالى نعمل الفيلم. واداني فرصه الحقيقه وعرفني على السينما اكتر. كان فيلم عوده الهارب. حبيت التجربه دي؟ هو اللي حببني بصراحه في الدنيا. وقال لي انت عندك امكانيات، وانا بشكره كمان يعني. ف جاي واحد صاحبي قال لي احنا عايزين نعمل فيلم تاني. انت بقى انا بطلت بقى. خلاص عندك وقت. اشتغل بقى مع مصطفى علي في الكهرباء ومش عارف ايه، علاقات عامه بتاع والسينما. اشتغل شويه مع محمد عايش في الحديد. ما فكرتش يا كابتن تعيد التجربه في الوقت ده؟ ما هو الخروج بتاعي من فيك شبه من محمود قبيل شويه؟ يا ريت. والله شوبير امبارح ولا النهارده بيسالني بيقول لي لو جالك دور اب هتعمله دلوقتي؟ قلت له غلاوتك والام كمان. قلت له لا يعني ايه يا شوبير. بس خلي بالك في انت مش شايفني جان لسه ولا ايه؟ بس خلي بالك في نجوم من النادي الاهلي خدوا تجربه التمثيل العظيم طبعا. كابتن صالح سليم، ويعني كان في تجارب قبل منك، فده برضو ساعات ممكن يحطك في مقارنه او يحطك. بس انت ما قلقتش دخلت. انا هيثم بقيت لواء في السينما، عملت 3-4 ادوار ضابط. جاي الضباط يقولوا لي هو انت كنت معانا في كليه الشرطه؟ انا حظي ان انا ما دخلتش على ادوار احمد رمزي ومش عارف ايه. يعني لو كنت عملت الحاجات دي الجان بقى اللي هو العيال مع عضلات والمفتولات كان نفسك تعمل انت حاجه زي دي. حاطينك في دور الضابط بس فقط لا غير، بتترقى بس من فيلم بتترقى من مقدم لعقيد جوه السينما. اخرها بركان غضب. رئيس مباحث الارهاب. طب ما طبيعي ان انت دلوقتي تبقى متقاعد يا كابتن. انا اللي زعلان له قوي ان فيلم الاختيار ده طلع بقى من تحت
تحت ايدك يا كابتن ده ازاي يعني كل الظباط دي وحضرتك موجود؟ طب ازاي محدش بص على التاريخ قبل كده؟ وكمان حضرتك جامع يعني لا دي فرصه كابتن هيثم ان احنا نوجه رساله للنقد بيتر ميمي صناع السينما في مصر للمخرجين وصناع السينما في مصر الكابتن شريف عبد المنعم جايز يعمل دور الاب والام حضرتك اللي قلت مش احنا عشان بس السينما السينما عدلت شويه غيابي عن الكام سنه اللي انا ما قدرتش العبهم في الكوره اللي اتحرمت منه اللي هم قالت لي اللي يلعب هنا ما يلعبش فربنا ادانا افيشات تانيه بس مين يا كابتن من وجهه نظرك لعيب الكوره اللي لما مثل افضل اداء؟ هو صالح سليم كاريزما كبيره ومنوع في عز الدين ذوالفقار كمان المخرج ده ومقصاد مين يعني نجات ونجات يجيبوها كمان فتلاقي التركيبة بالموضوع بالشكل مخترق انك انت تحترم كل حاجة فيه اكرامي كان دمه خفيف يعني انا مع عادل امام طبعا لازم هيبقى غصب هيبقى دمه خفيف يعني مش هروح في حتة محمد عبد العزيز مخرج يعني فانا بقى اللي ما خدش حظي مع بركات مثلا زي ما كان عز الدين ذو الفقار مش ايام بقى نادر جلال مثلا ما خرجليش الله يرحمه حضرت ابنه اشتغل معايا مساعد مخرج في بركان الغضب كنت انا المنتج المنفذ وانا الممثل وانا اللي كاتب وانا اللي عامل كل حاجه يعني وعملنا فيلم على القضيه الفلسطينيه حلو قوي يعني فالسينما حلوه بس انا ما كنتش داخل السينما بس عشان نحدد عشان ابقى ممثل انا دخلت حاجه وعايز اثبت ان لعيب الكوره يقدر يمثل لا انت كنت عايز تخش كممثل انا ما انا يعني ظروف الانتاج ظروف ان انا اتعرفت على بس انا مش داخل ان انا عايز ابقى بيج ستار انا اوريدي جاي لهم ستار بالظبط فما بدورش على حته انا عايز اعرف بس النجاح ان ده بيعرف مش ما يعرفش صحيح صحيح فكان في حته يقول لك لعيبه الكوره ما تعرفش تمثل انا اكتست الحته دي بشويه لدرجه ان انا عملت مسلسل اسمه كومي خدت افضل ممثل في المسلسل ده في المسلسل بس مش عايز اقول لك كنت بعمل دور ايه يعني حكم دارت سعيد كنت بقبض على ادم الشرقاوي وحاجه زي كده واعدمه في وسط يعني قعدت طول الفتره طول يعني المسلسل مش دور ثانوي دور رئيسي والله اللجنه بتاعه كان ايام وزير سياده وزير صفوت الشريف هو الوزير لما لا غسان مطر كلمني قال انا بستلم الشهاده بتاعتك احسن ممثل انت ايه عملت فينا ايه عملني كده ما صدقتش قلت له انا عملت الصح قلت له عشان تعرف بس واضح ان حضرتك حبيت التجربه دي يعني كواليس الفن زي كواليسكم كده هنا وكواليس الدنيا دي لو اي واحد مشي من العمل بيبقى زعلان جدا الكواليس دي حلوه قوي انك بتعيش في الدنيا بتبدع صحيح انت بتعمل حاجه وهم وتخليه حقيقه والناس تصدقه تخلي الوهم اللي هو مكتوب والورق الناس كلها طايره بالاختيار ليه وراني الواقع شكله صحيح ويمكن كان الواقع امر كمان ففي حاجات وناس ترفض حاجات تانية مين الممثل ممثل بقى مش لعيب كوره مين الممثل ان انت كنت شايف ان انت عايز تبقى زي الممثل ده او ده الممثل رقم واحد المفضل بالنسبه لك يعني كل رشدي اباظه مثلا تقعد تتفرج عليه ما تزهقش عمر الشريف تقعد تتفرج عليه ما تزهقش تبقى قاعد لما تشوف فيلم مره واثنين وثلاثه حسن يوسف واحمد رمزي ممكن تشوف المجموعه دي كنت تبقى مبهور بيهم واخد بالك انا كنت هيثم هو بيدور على الواد الشقي لا 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 لا, 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 لا احمد رمزي اللي خرب عليا حبي لعادل ادهم الله يرحمه اللي وداني بقى للسينما الحقيقه وبقيت اتمعن ازاي الراجل ده بيمثل احمد زكي الله يرحمه يعني ده الاسطوره ده يعني بياخد النفس ازاي بيتدور ازاي في الكادر مش عارف ايه بنتعلم حاجات معينه بيمثل بظهره بيقولوا بيمثل بظهره انا ما جاتليش الفرص دي كمان واحمد زكي عرض عليا في فيلم السادات ان انا اعمل دور الضابط اللي هو يا ريس في الاخر خالص هيقتلوك يا ريس والامن المركزي بيضربه بالعصيان والحاجات دي وبيجري فروحت قلت له بعد ما بقيت حكم دار ارجع لتاني الظابط لا 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 مش كده لا بعد ما ترقيت لا احنا كنا جايين اصلا عشان انا ومحمد عايش ان احنا ننتج عن طريق ناس في فرنسا كنادي بلوس عايزه تنتج فيلم ما قلنا السادات وما اعترضوش على احمد زكي قالوا بس تبعتوا السيناريو وقاعدين بنتكلم في الانتاج قال لي بقول لك ايه انا عندي دور في الفيلم ده وكان ملهم قوي بعبد الحليم حافظ عايز يعمل عايز يديني انا انتج عبد الحليم وهو مالكش دعوه بالسادات بس انت هتعمل معايا دور الضابط اللي جاي يقول لي يا ريس الحق يا ريس هيقتلوك يا ريس مش عارف ايه وتخترق البتاع دي كلها فانا بقى كنت اتوتكت بقى في السينما وما اعرفش ايه وكان هو صاحبي ايامها قوي
قلت له بقول لك ايه يا ابو حميد، يعني انت هتقعد ساعتين ونص تمثل ويجي الواد يجي الواد الظابط ده يا ريس ويتدرب بالعصيان وياخد منك السكسيه ويمشي وانت ساعتها تموت وابقى انا الهيرو وانا الناس كلها هتفتكرني انا مش هتفتكرك انت، راح لاغي الدور. لا انا عايز اقول لك بقى ايه، قال لي ايه؟ قال لي انت بتتكلم جد؟ انا ازاي ما خدش بالي الموضوع؟ قلت له لو عيل صغير عامل الدور هياخده ويجري بالله. بس خلينا بقى نطلع من الجو ده لان الصراحه الريحه يا كابتن بقى بامانه الريحه جامده قوي. بقى بيحط لي الطعميه جنبي يستفزني. صحيح يا كابتن، خلي بقى حضرتك الوقت كمان عدى معاك بسرعه جدا يا كابتن. انتوا جمال حبيبي يا كابتن، كنا سعداء بالفعل ان احنا موجودين مع حضرتك، وانا كنت سعيد بشكل شخصي يا كابتن هيثم ان انا موجود معاك خلال فتره رمضان. ده شرف ليا يا استاذ احمد، ده الشرف ليا بالتاكيد، وسعداء ان احنا كنا مع جماهير النادي الاهلي. بالتاكيد اي حد بيتواجد تحت شعار النادي الاهلي في اي ظرف من الظروف بيكون بالفعل سعيد جدا، تشريف وتكليف في نفس الوقت. بنشكركم وان شاء الله انتظروا بكره الاهلي في رمضان مع كحك العيد بقى مع الشيف، ونشوفكم ان شاء الله على خير بعد رمضان ان شاء الله. سلام، كل سنه طيب. كله يهدي معايا.